يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا يشمل كل من أساء الظن بربه، وهو على مراتب ودرجات، أعظمها ظن أن غير الله ينفع كنفع الله، وهذا ظن المشركين الذين ظنوا به ظن السوء وعليهم دائرة السوء، وهذا أعلى ما يكون من سوء الظن. ثم بعد ذلك تتدرج الظنون السيئة بالله عز وجل على حسب ما يكون في قلب العبد من الضعف في الإيمان به، لكن كلما عظم إيمانك به وعلمك بكمالاته جل في علاه أحسنت ظنك به. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي، في الحديث الإلهي، أنا عند ظن عبدي بي لا يكمل حسن الظن بالله عز وجل إلا إذا كمل العلم به. فإذا أسأت ظنك بالله فراجع علمك به، فإنك لو علمت وعرفت حقيقة ما لله أو ما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته، عرفت معاني ما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته، كان ذلك موجباً لحسن الظن به. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الظن به، وأن يرزقنا طاعته سراً وعلناً.